لما بنتكلم عن الموسيقيين في حياتنا وبنتكلم عن الغناء، دايما بنلاقي ان في بعض الرموز كده دايما ليهم بصمة واضحة جدا، ومش كده وبس، كمان هو بيعرف يعني يفرز الناس، بيعرف يكتشفهم، بيعرف يخطفهم، ولما خطفهم ولما افرزهم ولما طلعهم كده على الساحة لقينا منهم مواهب كتيرة جدا وكبيرة وعظيمة، ولقينا منهم الهضبة عمرو دياب، ولقينا منهم الكينج محمد منير، ولقينا منهم يعني جيل كامل. الجيل ده أثر فينا بشكل كبير من وإحنا صغيرين، وبالأخص هو جيل التسعينات. والجيل ده لوحده كده ليه زهوة كده، ليه مذاقه الخاص، بشرايط الكاسيت، بليلته لوحدها كده، ده كان عامل يعني زهوة لوحدها كده، والشغل حلو جدا. الراجل ده مين؟ الراجل ده الموسيقار الكبير هاني شنودة. هاني شنودة طبعا يعني مهما الواحد اتكلم عليه وقال عليه طبعا يعني مش هيكفي ان احنا ممكن نقول تاريخه في حلقة واحدة، لان هو يستاهل اكتر من كده. والراجل ده فعلا يعني قدم العديد من المواهب الفنية على الساحة، وايضا فرقة المصريين وخلافه، يعني من الفنانين طبعا وفنانين باسمائهم زي ما قلت من شوية، دايما ليه بصمة واضحة جدا. الراجل ده دايما معلم فينا بشكل كبير قوي، وبالأخص كمان لما الجيل الحالي عرف عنه أكتر، لأن يمكن إحنا يعني كشباب شوية عارفين هاني شنودة، وعارفين طبعا كل أعماله وأغلبيتها كمان اللي قدمها ومع مين من الفنانين، لكن كان مهم جدا إن إحنا برضو الحمد لله جت في لحظتها إن برضو الجيل الحالي يعرف بشكل أكبر وبشكل أكتر عن الموسيقار الكبير هاني شنودة. زي ما شفنا يعني اليومين دول ان المملكة العربية السعودية احتفت بالموسيقار الكبير هاني شنودة في احتفالية جميلة جدا وكبيرة، حضرها العديد والعديد من نجوم الفن وخلافه يعني من اللي كانوا حاضرين وقتها، لكن شفنا فعلا الاحتفاء بيه كان بشكل متميز جدا، وايضا كمان الاحتفال كان كبير، وكان كل الناس بتقول ايه الحلاوة وايه الجمال ده، لان الراجل ده فعلا يستاهل اكتر من كده. كمان شفنا ان هو كان موجود على الستيج، شفنا عمرو دياب معاه طبعا النجم الكبير، شفنا منير، شفنا نجوم الفن طبعا باختلاف اعمارهم السنية المختلفة اللي كانوا متواجدين وقتها في الحفلة، الكل مستمتع، الكل بيقول ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، لان فعلا الراجل ده راجل مؤثر بشكل كبير جدا، وراجل كمان متميز من خلال شغله وشخصيته. لو بنتكلم على الجانب الفني، الجانب الفني ما شاء الله يعني حدث ولا حرج، بقى قول اللي انت عايز تقوله بقى عنه من كل اغانيه، من كل الاعمال الفنيه اللي قدمها لها اللي قدمها لنا، وبرده يعني لسه معلمه معانا لحد النهارده. لو بنتكلم على الجانب الانساني فهو برده نفس الكلام، هو كان بيساهم بشكل كبير ان هو يكون متواجد في بعض الاعمال الخيريه والانسانيه، واول واحد تلاقيه موجود على طول هاني شنودة، تلاقيه موجود في اي مكان طبعا مع حفظ الالقاب، لان هو فعلا استاذ كبير والواحد لازم فعلا يديله حقه. والنهارده يعني حبينا برضو من خلال الحلقه ان احنا نتكلم عن يعني الموسيقار الكبير هاني شنودة، وبرضو كان من حسن حظنا ان احنا الحمد لله على مدار 4 سنين اهو في البرنامج ده، ان هو نورنا في البرنامج وشرفنا واتكلمنا معاه عن اعماله الفنيه، وبرضه استمتعنا معاه بالمزيكا بتاعته وفكره، وهو دايما كده ايه يعني هو شباب بروحه الجميله وبارائه، ودايما بيخاطب كل الاعمار السنيه. يعني دايما في ناس انا بشوف ان هي عندها من الحكمه ومن الذكاء بشكل كبير جدا، والحمد لله ده واضح عندنا يعني في معظم مجالاتنا، عندنا في ناس متميزه فعلا بتعرف ازاي تخاطب كل الفئات، بتعرف ازاي تخاطب كل الاعمار السنيه. وده الاهم، انك لما تنجح وتكبر وتنور ما تبعدش، تكون برضو متواجد وكمان متواصل، وفي تواصل بينك وبين كل الاعمار وكل الاجيال، وده الاهم. لما بنقول الأستاذ هاني شنودة كان منورنا هنا في البرنامج، وكان من أحلى اللقاءات يمكن اللي برضو حصلت يعني هنا معانا في إنبوكس، وشرفنا دايما برضو بمداخلات تليفونية كالعادة منه، دايما مش بتأخر على أي حد،
وكل شويه دايما لازم يعني في حته جديده تنور عندنا. يعني الواحد يقول ايه ان مهما يعني شباب لسه، بس ايه يقول ايه انا مكسل اعمل الحاجه دي، انا مش قادر اروح المكان ده اصله بعيد شويه مثلا. يعني تلاقي هاني شنوده موجود مش عارف محافظه ايه، لابم الناس كلها علشان خاطر يعني يعمل حاجه بشكل انساني ويفرح يعني سواء كبار السن او حتى من امهاتنا، ويروحوا يعني بعض الدور الخاصه بالمسنين ويقعدوا معاهم ويعملوا لهم جو كويس. لان برضو في احنا عندنا بعض الجوانب في حياتنا يمكن احنا مش بنركز فيها بشكل كبير، وبرضو بالمعاناه يمكن اللي بيعانوها نفسيا بعض الناس، من ضمنهم دور الايتام، من ضمنهم دور رعايه المسنين. لكن في الاخر بنشوف عندنا ان في ناس الحمد لله دايما سباقه بخطوتين ثلاثه، يقول لك انا عندي سني اهو، بس انا هعرف ازاي اخلي الناس كلها تحاول على الاقل حتى تقلدني في شيء معين كويس. عجبتني جدا الاحتفاليه دي، وعجبتني جدا كمان ان هي جت من دوله عربيه شقيقه زي السعوديه. ومعنى ذلك ايه؟ ان احنا شايفين ان احنا الفن بتاعنا متواجد في كل مكان، سواء كان بقديمه وده الأهم بالنسبة لنا والأساس، والجديد والحديث. دايما احنا كمصريين يعني عاملين علامة وعاملين بصمة بشكل كبير وواضح في مختلف المجالات، وبالأخص يعني المجال الفني. وطبعا التكريم ده تكريم كبير جدا يستاهله الفنان والموسيقار الكبير هاني شنودة. طيب